ليست ضمن حدود منطقة أوروبية، بل إنها الجيزة، أحد المناطق السياحية التابعة للواء المزار الشمالي من الجنوب الشرقي لمركز اللواء، والتي تعتبر من أكبر الأحراش في المملكة، وهي المتنفس الوحيد لسكان لواء يضم في نواحيه 14 بلدة. روعة المنطقة وموقعها الجغرافي يجذب الكثير من الزائرين، فلم تعد المنطقة مقتصرة على أبناء اللواء فقط، بل أصبحت تفتح ذراعيها للمتنزهين من جميع محافظات المملكة. هذا الطريق المؤدي لمنطقة الجيزة يفتقر لأكتاف تحمي زائريه، والذي أصبح الآن يشكل خطرا كبيرا لكثرة مرتاديه. بالنسبة للجزء السياحي من لواء المزار اللي هو منطقة الغابة اللي مساحتها 5000 دولم مربع، تم اقتطاع منها 60 دولم لإنشاء متنزه سياحي بمساعدة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وتم إنشاؤه واعتماده ضمن هذا المسار وتجهيزه بمطعم ومقاعد ووحدات صحية وأبار جمع وكرفان من أجل طبعا وغرف حارس. والآن تكرم علينا سيد البلاد بمكرمة هاشمية بإنشاء ملعب طبعا ضمن الملعب ضمن الجيزة ضمن موقع المتنزه السياحي بتكلفة تزيد عن 100,000 دينار. منطقة الجيزة ينقصها مرافق صحية ومياه، وبعدم وجود مثل هذه الأساسيات سيترتب على زائريها شعور بعدم الراحة. عبارة كتبت على جدار الملعب في المنطقة تقول: اتق الله، فهي تحمل في طياتها رسالة لكل زائر لهذه الطبيعة، تذكرهم بالمحافظة على نظافة المنطقة وحسن المنظر. فجمال المكان ولذة الطبيعة الموجودة فيه تستحق المزيد من الاهتمام والرعاية. هاشم الجراح لبرنامج من نوفينا.